طيب نحن في آخر جلسة أو آخر فيديو أخذنا أو بلشنا بالوحدة السادسة اللي كان موضوعها الأريز الأري، كيف إنك تعمل أري بلغة الفيجوال بيسك بحيث بتعرف لك مجموعة كبيرة جدا من المتغيرات من نفس النوع عن طريق إشي نحن بنسميه اللي هو أري. أوكي، فكان عندنا المثال السابق هنا كان وظيفته انه بيعمل طباعه لبيانات الاراي، بيطبع لك اياها على ليست بوكس، بيطبع لك بيانات الاراي على ليست بوكس، والها الاندكس راح يكون الاليمنت الاول له اندكس 0، اليمنت الثاني له اندكس 1، بعدين اندكس 2 3 4 5 الى 5، والإليمنتس هدول مثل ما بتعرفوا أو مثل ما يعني ملاحظين إنه في عندنا 6 إليمنت، إنه عندنا 6 عناصر جوا الأري، ونحن عاملين إلها initialization عن طريق الديفينيشن، وأنا عم بعرف فيها عملنا إلها initialization، بعد هيك عرفنا الكاونتر وضعنا فيه 0، بعد هيك مرقنا على الكاونتر من 0 إلى 5، وكل مرة كنا نطبع قيمة الأري أوف كاونتر، لأنه هون مسمينها أري. الـ array of counter طبعا of 0 of 1 of 2 of 3، وكل مرة الـ counter بيزيد. آخر إشي بيطبع لك الـ array of 5، array of 5، الـ counter بيزيد بصير 6. هل 6 أقل أو يساوي من 5؟ لا، فبيطلع من اللوب. وأنا طبعا بدي أطبع الـ array of من 0 إلى 5، لأن هذا آخر مثال اللي إحنا حكينا عنه في الجلسة السابقة. المثال التالي اللي هو المثال اللي أمامنا، دم array as integer يساوي، هنا وضع فيها القيم 1 4 5 10 20 10، طبعا هذا له index 0، هذا له index 1، هذا له index 2 3 4 5. نفس الشيء هنا عندنا الاندكسز من 0 الى 5 فعدد الاليمنت 6. دم counter as integer equal 0، عرفنا الكاونتر integer وضعنا فيه 0. دم w as double equal 0، w راح يكون فيها المجموع. Do while counter أقل أو يساوي من 5، array of counter equal 0، و w plus equal array of counter و counter plus 1 plus equal of 1، وبعدين loop. فالدوران عندنا هاي بدايته وهي كنهايته، وراح يمر على عناصر array عنصر عنصر من counter من 0 إلى 5. لما يصير عند الكاونتر 6 راح يطلع من اللوب. اوكي، واخر شيء بيعطيك ال W على 5. اوكي، هذا هو الكود، والاصل بالكود انه يحسب لي مجموع قيم الاري، يعني يجمع لي قيم الاري عنصر عنصر، بعد هيك يعطيني الافرج لهم، يعطيني الافرج اللي لهم. لكن في اشكاليه بسيطه بالكود، مين يحكي لي اياها؟ ايش المشكله اللي عندنا بالكود؟ هو الكود الاصل فيه انه يعطيني الافرج للاري، لكن الكود الحالي اللي امامنا هلا ما راح يعطيني الافرج للاري. ليش؟ المشكله عندنا باللوب، هنا في مشكله بطلب اني اجمع القيمه الاولى مع الثانيه مع الثالثه مع الرابعه، وبعد هيك بحسب الافرج اللي هو دبليو على 5، لكن هذا الشيء ما راح يصير عندي هون، انا ما راح يصير. طيب على هذا الكود اللي امامنا، مين يحكي لي قيمه دبليو راح تكون قديش؟ قيمه دبليو راح تكون قديش؟ احسنتي، راح تكون زيرو، اكيد راح تكون زيرو، لانه عم يعمل initializing للاري element array of counter، والكاونتر اول مره قيمته زيرو، array of zero وضع فيها زيرو، فتم الغاء اول قيمه ووضع محلها زيرو، بعد هيك اعتمد عليها حكى array of counter يعني w plus equal array of counter، جمع الاري of counter اللي هي زيرو مع w، w زيرو، 0 زائد 0 0، بعد هيك زاد الكاونتر 1 صار 1. لما صار الكاونتر 1 شيك عليه، هل 1 اقل او يساوي من 5؟ ترو. الري اوف 1
اللي هي العنصر الثاني array of 1 equal 0 وضع فيه 0 فألغى لك الأربعة وضع فيه 0. رد بعد هيك جماعة لك array of counter اللي هي 0 مع ال w بقد 0 زاد الكاونتر 1. فبالتالي كل مرة هون رح يجمع 0 رح يجمع 0 مع ال w رح يجمع 0 مع ال w. أوكي فإذا هذا الكود الآن رح يعطينا w عبارة عن 0 فبالتالي 0 على 5 رح يكون ال text box 1.txt قيمتها 0. فبالتالي الإشي اللي أنا عملت الكود عشانه ما عطاني إياه فهي مشكلة. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ طبعا الحل بسيط، حل بسيط يعني ما في داعي أعيد كتابة الكود كله، لا بس بدي أغير موقع بعض الجمل، فقط بغير موقع بعض الجمل بيعطيني الأفريج لعناصر الأري. إيش بدي أعمله؟ إيش المطلوب إني أعمل؟ مين يحكي لي؟ عشان تعطيني الأفريج للأري يعني يجمع القيمة الأولى بالثانية بالثالثة بالرابعة، يجمع القيم مش يجمع لي زيروز، يجمع القيم مع بعض بالأخير بقسمها على، طبعا هي تقسيم مش على خمسة هنا، كمان تقسيم على ستة رح يكون صح، تقسيم على ستة لأن القيم عددهم قديه ستة، من زيرو إلى خمسة عبارة عن ست قيم. أوكي طيب إيش مطلوب إني أعمل؟ شو المطلوب إني أعمل؟ بس بدي اغير موقع جملتين، طبعا شغل باللوب راح يكون، شغل باللوب. مين يحكي لي؟ شغل داخل الدوران او اللوب. طيب اوكي اللي بدي اعمله يا شباب اللي هو تغيير موقع الاري كاونتر اوف اري اوف كاونتر ايكوال 0 والدبليو بلس ايكوال اري اوف كاونتر، هذا هو الشغل بالضبط. نعم نعم احسنت يا زلفة، نعم يعني هي الجمله اللي هون بس برفعها لفوق بتصير هون، بتصير هون يعني بين الدو وايل وبين الاري، يعني do while counter أقل أو يساوي من خمسة بعد هيك w plus equal array of counter بجمع w مع w زائد array of counter، يعني w راح يصير فيها مجموع قيم الأري، بعد هيك array of counter equal zero وبعد هيك جمع زاد الكاونتر. طبعا هي الجملة اللي هنا هي بتعمل initializing، هي بتعمل initialization للقيمة، يعني هو عم بيجمع قيم الاري مع بعض وبعد ما يجمع القيمه عم يصفرها، بعد ما يجمع القيمه راح يقوم بتصفيرها. فبس ببدل الجملتين مع بعض، بحط w plus equal array of counter فوق والarray of counter equal 0 هي بنزلها لتحت، والcounter plus equal 1 هي تبقى مثل ما هي. فبهذا بهذا بهذا الاسلوب بيعطينا W بصير عبارة عن مجموع القيم اللي هي 1 و 4 و 5 و 5 و 5 و 10 و 10 و 10 و 20 20 و 30 50، فبتصير قيمة W 50 بالحالة هي، بتصير قيمة W 50، بتصير قيمة W 50 هو مجموع قيم الأري، و 50 على 6 بيعطيك رقم، هذا الرقم بيكون هو الأفريج، فبيتم تنزيله هون 50 على 6 بيتم وضعه هون. أوكي طيب بعد ما يتنفذ هذا البروغرام، بعد ما يتنفذ قيمة الأري إيش راح تكون؟ الأري إيش راح يكون فيها داتا؟ نحكي لي الأري راح تحتوي على إيش؟ بعد ما يتنفذ البرنامج الأري راح تحتوي على إيش؟ 1 2 3 4 5 6. بعد ما نفذ هذا البرنامج الأري راح تحتوي على إيش؟
وهنا عم يصفر قيم الاراي، array of counter equals 0 array of counter equals 0، فهنا عم يصفر قيم الاراي. فالاراي بعد ما انفذ البرنامج راح يكون فيها قيم زيروز، قيم اللي فيها راح تكون كلهم زيرو، عم يصفر قيم القيم الاراي. هذا هو الكود array of counter equals 0، هون عم بيعمل initializing للاراي element، عم بيعمل initializing للاراي element. فالاراي بعد ما نفذ هذا البرنامج راح يكون فيها قيم عباره عن زيروز، عباره عن زيروز. طيب شباب، الان هذا الكود واضح؟ الكود واضح؟ طيب اوكي، الان عندنا مثال اخر. ديم array of name as data type، طبعا هذا الشكل العام لتعريف الاراي اللي هو ديم array name، افتح قوس سكر قوس، ما حددنا الابر bound إلها، طبعا ما بحدده في حالة إنه أنا بدي أعمل initializing له. as data type هنا بتحدد نوع البيانات، ويساوي من هنا بتحط القيم تبعون الأراي إذا أنت بدي تعمل initializing إلها، إذا أنت بدي تعمل initializing إلها أثناء الديفينيشن، يعني وأنا عم بعمل ديفينيشن لإلها. مثال على ذلك dim int numbers، افتح قوس سكر قوس، as integer يساوي 2, 4, 5, 7, 9, 12. فهون راح يكون فيها كم element 1, 2, 3, 4, 5, 6، كمان 6 element، والindex لهم راح يكون 0, 1, 2, 3, 4, 5، هاي الindexes اللي لهم. declares an array having upper bound n and assigns value 0 to array name of 0, value 1 to array name of 1 and value n to array name of n. okay، طبعا اكيد الان ال int numbers of 0 راح تكون قيمتها 2، int numbers of 1 قيمتها 4، int numbers of 2 قيمتها 5، و int numbers of 5 قيمتها 12. اوكي، الان في عندنا مثال اخر هون، dim themes names as string يساوي backers backers jets و chiefs. لان هون عندنا array، هاي array بتحتوي على strings وفيها 4 elements، فاذا لهم الindex 0 1 2 و 3، ففي عندنا 4 elements، فبالتالي راح يكون لهم indexes او الindex 0 1 2 3. constants as upper subscript. اوكي، الان بالنسبه للابر باوند للاراي، بما انه عباره عن الحد الاعلى للاندكس، فبالتالي ممكن انا احط بداخله رقم ثابت constant، يعني مثلا 5 او 4 او 3، او ممكن اني اعرف constant، اعرف انا متغير، انه عفوا اعرف constants و أضع في قيمة. A constant may be used as an array's highest subscript instead of a number. فبالتالي ممكن أعرف constant بحيث يكون هو الحد الأعلى للأراي، نحن نحكي عنه highest subscript بدل ما يكون عبارة عن رقم. Const upper sub as integer يساوي 100. هون عرفنا constant. بعد هيك dim array of 1 upper sum as integer. اوكي، طيب انا هنا او هنا تم تعريف الان. اول شيء الان مين بتذكر ايش هو الكونستانت؟ ايش هو؟ شو الفرق بين الكونستانت وبين الفاريبل؟ هذا الشيء اخذناه سابقا، شو الفرق بين الكونستانت وبين الفاريبل؟ الكونستانت قيمة ثابتة غير قابلة للتغيير،
اوكي تمام، ما بتغيرش. اوكي تمام، احسنتي. اذا الان يا شباب الكونستانت، ظبطت. كونستانت هو عباره عن رقم ثابت، هو عباره عن رقم ثابت ما بتغير، عشان هيك نحن بنعرفه ككونستانت، بعرفه ككونستانت قيمته ما بتتغير. ليش؟ لانه ثابت، فبالتالي لما اعرفه انا بعرفه بكونست، مش ديم، مش ديم، لا بكونست، اختصار ل يعني كونستانت له اسم، وبحدد نوع بياناته، ولابد اني اعمل له initialization، لابد، لانه كونستانت، لانه ثابت. وهذا الثابت ما بقدر اعمل له assignment، يعني مش مناسب اني، او بيعطيك ايرور اذا انت بتعمل assignment له، تضع فيه قيمه. ليش؟ لانه ثابت، يعني قيمته ما بتتغير، لانه قيمته ما بتتغير. اوكي طيب، الان هذا حكينا الان شو هو الثابت. طيب الان احنا هون عرفنا الري، الري 1. الان هي الري 1 فيها كم اليمنت يا ترى؟ فيها كم عنصر؟ الري 1 فيها كم اليمنت؟ الري 1 فيها كم اليمنت؟ زيرو؟ لا مش زيرو، مش زيرو، لا الري 1 فيها كم عنصر، كم اليمنت؟ مين يحكي لي؟ ما هي موجود عندك الابر سب اللي هو بيعطيك الحد الاعلى، وانت عن طريقه بتقدر تعرف العدد، العدد الاليمنت اللي فيه. الابر سب عندي 100، فعندي array 1 اوف 100. طيب لما يكون عندي array 1 اوف 100، معرف array والابر سب عباره عن 100، طيب فبالحاله هي بيكون فيها كم اليمنت؟ واحد؟ لا 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 اكثر، 100. اوكي 100 قربتي، 100 قربتي، بس هي مش مش 100، اكثر من 100 بشويه. قديش؟ هلا لما يكون عندي array 1 of upper sub، الابر sub عباره عن 100، فعندي array 1 of 100. لما احكي array 1 of 100 معناها عندي الاندكسز للاراي 1 راح يكونوا 0 1 2 الى ال 100. هدول عددهم قديش يا ترى؟ بلشنا من 0. 101. بالضبط بالضبط، فبالتالي انا هون عندي 101 element. سوري، عندي 101 إليمنت، عندي 101 إليمنت. وإلهم إندكسز راح تكون من 0 إلى 100، من 0 إلى 100. طيب this is a common use for constants. Highest subscript is often used multiple times. If highest subscript change use of a constant allows it to be changed in one place. اوكي. لان هون في عندنا فائده استخدام الكونستانت، استخدام الثابت. لا ممكن استخدم انا هذا الابر سب اللي انا معرفه كثابت، ممكن استخدمه في اكثر من اري، ممكن استخدمه في تعريف اكثر من اري، يعني اذا انا داخل البرنامج تبعي بدي اعرف اكثر من اري وكلهم بدهم يستخدموا نفس الحد الاعلى اللي هو الابر سب. فبقدر استخدم كونستانت ثابت واعرف الاريز باستخدام الكونستانت، باستخدام هذا الثابت، بحيث اذا انا بدي حجم الاري اغيره، مثلا هون الان حجمه انه الحد الاعلى اللي عندي 100، مثلا بدي اخلي الحد الاعلى 500، فبالحاله هي انا بتعريف الاري ما راح اغير عليه شيء، بغير على الكونستانت، على الثابت، كان 100 بغيره مثلا الى 500، فهيك غيرته الى 500، فبالتالي لما اعمل رن للبرنامج راح يعتمد على الكونستانت اللي هو الابر سب اللي قيمته 500، فبالتالي بصير الاري الحد الاعلى الها بدل 100 بصير عباره عن 500، واذا الحد الاعلى الها صار 500، فبالتالي راح يكون فيها مش 101 اليمنت، راح يصير 501. تمام.
فبالتالي إذا أنا عندي أكثر من array بدل ما أحط الأبر سب كرقم مناسب إني أنا أعرفه كconstant، يعني هي عبارة عن عادة برمجية جيدة، لكن طبعا بشرط إن يكون عندك أكثر من array، إن يكون عندك أكثر من array وكلهم إلهم نفس الأبر سب، كلهم إلهم نفس الأبر سب، لأنه إذا كان عندك أكثر من أبر سب راح تصير عملية شوية متعبة. اوكي working with array elements، الان كيف بدنا نشتغل مع الاراي element؟ simply include the subscript to use an array element like an ordinary variable. Integer int numbers of 2 refers to the third element of the array. اوكي الان اذا انا بدي اعمل access على array element ووضعت int numbers of 2 int numbers of 2 and int numbers of 2 طبعا هون بدنا نتذكر انه انا بتعامل مع array. طبعا التعامل مع الاراي في شبه نسبيا بالسنتاكس زي ما انت لما تتعامل مع function او ما تتعامل مع السب. انا لما اتعامل مع function او السب كيف بعمل call له؟ اني بكتب اسم الفانكشن او بكتب اسم السب وبعد هيك بضع البارامتر، بضع الارجيومنتس، بضع الارجيومنتس. كمان لما طبعا كيف بدي اضع الارجيومنتس؟ عن طريق الاقواس، عن طريق الاقواس. كمان لما اتعامل انا مع الاراي بكتب اسم الاراي وبضع قوس وبضع الاندكس، الاندكس للاليمنت اللي انا بدي اعمل عليه اكسس. فبالتالي تعاملي او السنتاكس للتعامل مع الاراي في شبه الى حد ما زي ما انا لما اتعامل مع سب او لما اتعامل مع فانكشن، خصوصا لما يكون عندي argument واحد، لما يكون عندي argument واحد. اوكي الان انا هون عندي int numbers of 2، int numbers of 2 انا معناها بعمل access على الثيرد element، على العنصر الثالث للاراي، على العنصر الثالث. ليش؟ لانه int numbers of 0 هذا العنصر الاول، int numbers of 1 العنصر الثاني، فالint numbers of 2 راح يكون العنصر الثالث، راح يكون عنصر الثالث. اوكي لأن هنا عرفنا مثلاً dim int numbers of 5 as integer. فهنا عرفنا array الـ upper sub إلها 5، فبالتالي فيها 6 element، فيها 6 element. بعد هيك عملنا initializing للarray element element by element، عنصر عنصر. int numbers of 0 يساوي 100، فوضع ال 100 بال int number of 0، وهي ال int number of 0 فيها 100. int numbers of 1 وضع فيها 200، ف int numbers of 1 وضع فيها 200. int numbers of 2 وضع فيها 300، هيا. و int numbers of 4 وضع فيها 500، int numbers of 4 هيا هنا وضع فيها 500، و int numbers of 5 وضع فيها 600، اي int number of 5 وضع فيها 600. اوكي بالتالي هيك احنا عملنا اكسس على عملنا initializing للاراي element، لكن element by element، لكن element by element. وهيك انا بقدر اعمل اكسس على الاراي element لما اعمل run للبرنامج، لما اعمل run للبرنامج، لانه مش دائما انا بتكون عندي الداتا تبعت الاراي جاهزه اول ما اعرفه، لا. يعني مثلا ممكن انا اعرف اراي واقرا علامات الطلاب من الكيبورد عن طريق جملة input box واخزنها داخل الـ array. فأنا بالحالة هي لما أعرفها كـ array أنا ما عندي علم شو الداتا رح يتم إدخالها، لأنه الداتا رح يتم إدخالها أثناء الـ run، لما نعمل run للبرنامج نقرأ عن طريق input box قيم العلامات الطلاب، بصير أدخلهم قيمة قيمة. فبالحالة هي أنا كيف عملت access على الـ array element؟ عملت عليه access بالطريقة هي اللي هي اسم الـ array وافتح قوس الاندكس للاليمنت اللي انت بدك تسوي عليه اكسس، طبعا بتعمل اكسس عليه. اوكي الان هون عندنا ديك باي يساوي انت نمبرز اوف 3 ضرب ديك باي. اوكي انت نمبرز اوف 0 بلس ايكوال 1 هون راح يزيد لك على اول عنصر راح يجمع له قيمه 1، يعني انت نمبرز اوف 0 كان قيمته 100 راح يجمع معه 1 فراح تصير قيمته 101، هذا راح تصير قيمته 101 بعد ما يجمع معه 100. و message box dot show
convert ل str of int numbers of 5. اوكي طيب ال int numbers of 5 هنا راح يعطيني قديش القيمه int numbers of 5 بسيطة يا هديل. الـ int numbers of 5 راح تكون قديش قيمتها؟ int numbers of 5 قديش؟ هي الـ array قدامكم هي. ستمية تمام راح تكون قيمتها 600. بحولها ل str عن طريق convert ل str وبعد هيك بعرض لك اياها على شكل message box على شكل message box. اوكي الان هون بدنا نعمل برنامج مطلوب يدخل الواحد فينا numbers نمبر من 1 إلى 4 وبناء عليها بده يحدد هو وين مين راح يكون فائز بالسباق وبيطلع لنا الويننج تيم مين هو التيم الفائز. طبعا هون راح يتم إدخال بيانات بـ MTB نمبر وراح يتم إظهار النتيجة عن طريق التكست TXT winner راح يكون في تكست بوكس. خلينا نشوف الآن الكود. اوكي الان الكود اللي امامنا راح يكون برايفت سب برايفت سب فاذا هو كود متعلق بباتون بالاغلب او بكنترول برايفت سب له اسم هاندلز بي تي ان هو وين دوت كليك فعندنا ايفنت كليك. اوكي ديم تيم نيمز اوف 3 از سترينج عرفنا هنا اري فيها الابر سب عباره عن 3 فبالتالي فيها 4 اليمنتس فيها 4 elements. dim n as integer team names of 0 الأول عنصر في الأري وضعنا فيها bakers قيمة bakers طبعا كنص. كمان team names of 1 العنصر الثاني بالأري وضعنا فيها نفس القيمة bakers و team names of 2 وضعنا فيها قيمة jets و team names of 3 وضعنا فيها chips. فهون عملنا access على ال 4 elements للarray لأنه الarray فيها 4 elements ولهم index زي ما حكينا من 0 إلى 3. n يساوي convert to integer لل mtb number dot text. ال mtb number هي بيقرأ القيمة تبعتها وبيحولها إلى integer. بيحولها إلى integer convert لانتجر لأن هي عبارة عن string. وبيتم تخزينه في n اللي هو integer. بعد هيك عمل access على team name على الarray على team name of n minus 1 of n minus 1 لانه هو مطلوب يدخل رقم وهذا الرقم مطلوب يتم ادخاله من 1 الى 4 من 1 الى 4 فعمل access على team name of n minus 1 وعرض لك اياها وين على text winner dot text. هنا عرض لي النتيجه على التكست وينر دوت تكست. اوكي طيب الان شباب اذا نحن دخلنا رقم 1 اذا دخلت رقم 1 يا ترى مين هو راح يكون التيم الويننج تيم عفوا الويننج تيم راح يكون مين اذا دخلنا رقم 1 طبعا ضغطنا على هو وين اكيد يعني ضغطنا على هذا الزر ونفذ هذا الكود راح يعطيني اي تيم مين هو الويننج تيم البيكرز البيكرز نعم اكيد بيكرز راح يعطينا هنا البيكرز اوكي طبعا هو بيعمل اكسس على اي تيم نيمز على اي واحد فيهم لانه بيكرز عندي اثنين عمل اكسس على اي واحد فيهم على 0 ولا 1 على الزيرو على الزيرو اكيد لانه التيم نيم انا هون نقصته منه واحد n minus 1 فدخلت 1 بيعمل اكس على تيم نيم اوف 0 تيم نيم طبعا هي تيم نيمز مطلوب يكون في اس عندي هنا
اي عندي هون اس تيم نيمز اس، لان انا معرفها هون تيم نيمز، تيم نيمز، فمطلوب اعمل اكس عليها تيم نيمز، تيم نيمز اوف ان ماينس 1 1 ماينس 1 اوف 0. اوكي طيب، اذا دخل رقم 3 بيعرض لي مين هون بالويننج تيم؟ جيتس. بيعطينا جيتس، نعم 3، لانه 3 ماينس 1 2 بيعمل اكس على تيم نيمز اوف 2 فجيتس. اعطينا جيتس. جيتس اوكي. طيب لو دخل رقم 5، لو دخل رقم 5 ايش راح يعطينا؟ ولا شيء، ما في شيء بعرف عليه ولا شيء. اوكي الان ولا رقم 5 في اشكاليه، ليش؟ هو اصلا عاطيه حكي له نمبر فروم 1 تو 4. لان دخل 5 فبيعمل اكس على تيم نيمز اوف ان ماينس 1، يعني 5 ماينس 1 4. تيم نيمز اوف 4 مش موجوده، تيم نيمز اوف 4 مش موجوده، ونحن محددين الابر سب عباره عن 3. فانا تعديته، انا تعديت الاندكس تبع الاري، فبالتالي راح يعطيني غالبا ايرور، راح يعطيك رساله خطا انك انت عم تعمل اكسس على شيء خارج الاري، عم تعمل اكسس على اندكس خارج الاري، فعاده بيعطيك عليها ايرور، بيعطيك عليها ايرور. اوكي طيب ايش بالحاله هي، ايش الحل؟ ايش الحل؟ يعني اليوزر قد يدخل رقم 5، قد يدخل لي 10، اليوزر قد ما ينتبه انه من 1 الى 4، فايش الحل؟ الحل بالكود طبعا. ايش الحل؟ بس يعطيني الفكره، الفكره تقول الحل ايش راح تكون. اوكي الحل يا شباب انه اضع جمله اف، الحل اني اضع جمله اف انه بعد ما قرات قيمه الان اضع جمله اف، اذا ان قيمتها من 1 الى 4 بطلع قيمه التيم نيمز لإلها، ما في اشكال اذا كانت من 1 الى 4، يعني اذا كانت ان اكبر او يساوي من 1 اند ان اقل يساوي من 4 بطل هاي بخليها بجزء الذن. غير هيك بضع جمله else، بحكي له انت مدخل لي بيانات خطا، انت مدخل لي رقم خطا، انا قلت لك انه الرقم بده يكون من 1 الى 4، اذا دخلت لي رقم اقل من 1 او اكبر من 4 فانت مدخل لي بيانات خطا، لانه لما تكتب برنامج بدك تفترض اليوزر قد يدخل لك بيانات غريبه عجيبه، فالبرنامج مطلوب يعمل معالجه لهذا الشيء. طيب الان يا شباب الوقت ادركنا،